السلام عليكم خوتنا المغاربة اللي داخل عبد الوطن واللي خارج عبد الوطن. عدنا ولعودو أحمدو، غبنا عليكم بعد شوية، وكنشكر الناس اللي كانوا كيسولوا علينا والناس اللي سيفطوا لنا دي ميساج كسوا بار واتساب كسوا بار ميسنجر. الظروف كانت الظروف صحية وباو ما بغيناش نبقاو نتوترو بزاف، ولكن ما نقدروش نبقاو ساكتين وكنشوفوا في هذه المهازل وكنشوفوا في هذه الجرائم اللي كتوقع في حق هذا الفريق هذا. دابور قبل من بدا لا فيديو ديالي كنتوجه بالشكر الجزيل للناس ديال الكوفا سود وجميع الجماهير الرجاويه. وعلاش قصدت انا بالكوفا سود؟ الكوفا سود لحقاش عطات دروس لجميع الالقاءات والجمعيات اللي كاينين في البلاد، وفاتهم كيفاش كيداروا لي تيفو، وفات التشجيع كيفاش كان، وحنا شفنا حفاوه الاستقبال اليوم في تطوان. والحمد لله الحمد لله، الرجاء معروفة بجمهورها، حنا ولاو كيهضروا علينا في لي بلاطو تونيزيا، ولاو كيهضروا علينا بارتو في لو موند اونتي كيهضروا علينا. دونك فوالا كنبقاو حنا توجور الاصل والباك بون السلعة ديال القيصرية الشاوية. دابا بغيت نخرج نهنئ الكوفا السود. علاش الكوفا السود؟ بارابور لهذاك البيان اللي خرجات به، وهذاك البلاغ اللي خرجات فيه، واللي قصدات العين، حيت كيقول لك اللي بغى يشرب يقصد العين، اللي قصدات واللي بينات الجماعه الرجاء. والحمد لله راه كنا كنقولوها وديما كنا كنقولوها، راه العدو رقم واحد للرجاء هو القجع، هو رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. حنا كنشوفوا من نهار جا القجع وحنا عندنا مشاكل. الا جينا نخمو غير شي شويه، القجع ضحى بينا في لاكوب دلاكاف، رجعوا بركان في بركان خمسه ديال البيلانتيات وبيت وخرجونا، وشفنا حيت كون كان الاحتراف والنزاهه وكانت الشفافيه. مني خرج المدرب انا ذاك الجعواني وكيقول لك حنا بغينا الرجاء تخرج، حنا بغينا الرجاء ما تكاليفاش، مع ان الرجاء مشات دارت الخدمه ديالها. حنا شفنا الماتش اللي داز ما بين بركان واكادير، الرجاء مشات دارت الخدمه ديالها في الكونغو ومشات ربحات في الكونغو باش دازت اكادير. وشفنا التضحيه اللي ضحى بنا نهار الزمالك، افبيت اللي جا بينانتي ديال رحيمي وبيد ديال بن شرقي اللي فيه كوفخو على 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 مذكور، ومع ذلك دبنا ريزولتا في الدافيدا واحد لواحد. وهذاك لافيت سبحان الله بقى شادو هو باش يحكم ليه الماتش كونتر بيراميدز وبركان، ديك اللعبه ديال التحكيم ما علينا وعليكم. هاد السيد هذا ملي كنشوفو اشاك ميركاتو كسوا اميركاتو ايفرنال ولا اميركاتو ايسيفال كيخرجو كيقول لك الرجاء ممنوعه من انتدابات. علاش الرجاء عندها مشاكل؟ رجاء كيتسالوا على اللعابه، رجاء عندها قضايا في الجامعه، رجاء الفيفا، ولكن الفرقين الاخرين ما كيتجبدوش. دابا بحال دابا هاد لي هاد 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 الميركاتو اللي كان داز، دابا هاد لو ميركاتو اللي داز قال لك الرجاء ممنوعه حيت عندها مشاكل، وخريبكا خريبكا وكويتات، اش من ضمانه تعطاش خريبكا؟ وطنجة وكويتات، وجدة وكويتات، وهاد غير الرجاء. ومن نهار جا القجع حنا كنشوفو، دابا افار ديال اسفي ما بغى يحكم فيها حتى شي واحد، اربعه ديال الصفرات كيتعطلوا، ما عرفناش علاش كيتعطلوا، القانون باين وواضح، لعاب عنده اربعه ديال الصفرات، كنشوفو تيلمو كيبغيو يكحلوها كيعوروها. شفنا راديو مارس جاب رئيس العصبه سي بلقشور، جاب حلقه، جاب هذاك لافيت اللي من الهضره ديالو كيتفتف، كيبان لك ديك الهضره اللي كيقولها ماشي هي هذيك، وكيقول لك بلقشور وي لا في سو رابور لو 26 وي لا ريكتيفي لو 30، واش هادشي معقول؟ وكيقول لك بلقشور حنا كنعتمدوا على التقارير الالكتروني تك تك تك، ومع ذلك من بعد كيقول لك لا، وواحد الوقت لقاو راسهم بورطه حيدوا هذيك الشركه سوا ديزون اللي مكلفه. هادشي راه بزاف، هادشي راه بزاف، راكم زعما كيضربوا بينا دابا المثال في الافارقه والعرب كيقول لك وصلوا للدومي فينال ديال لاكوب دي موند، رغم ان الدومي فينال بالقجع ما عنده فيها والو. دومي فينال راه كراس اللعابه وكراس هذاك لو ستاف تكنيك وكراس هذاك الجمهور اللي كان وهذيك لا كرينتا، حيت من القجع بغاو ردوه لينا الى عودوا بلا مشي طراجم دوك الصحافه ديال المرقه ديالنا ديال الجوايات، حيت القجع ردوه لينا هو اللي كان كيماركي. حيت الا خدينا لو كا ديال لو سينيغال بارابور المغرب، السينيغال داو كوب داو لاكان ولعبوا فينال دلاكان ومشاو لكوب دي موند معنا في 2018 تقساو عام بالفير بلاي بلي كارتون، ومشاو هاد الكوب دي موند دوكا اللي فوا لو دوزيام تور. دونك ما كنعرفوش حنا اصلا البريزيدون ديال 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 السينيغال، وحنا ديالنا القجع ما عرفتش شنو بغاو يردوه، مع ان القجع حتى واحد ما كيتحاسب مع الميزانيه اللي كتخسر 150 مليار ديال السنتيم. حنا شفنا ذاك النهار وحلو في لاكوب دي موند دي كلوب لصقوه في المغرب تقام ب 40 مليار باش نشوفوا حنا المهازيل ونشوفوا داك الشيء اللي شفنا.
يعني الى توفي راه قال هذاك سي 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 الصحفي ديال ولا المونشيت ديال راديو ماس راه قال لواحد قال لهم جاب لكم كل شيء. دونك حنا كنشوفوا فرقه كتاخذ الامتيازات. حنا شفنا السيرفر الاسباني اللي كانوا كيصدعوا لنا براسنا. دونك الان حنا عرفنا العدو ديالنا، العدو ديالنا والعدو ديال الفرقه هو هذاك السيد. دونك كما قلت اللي بغى يشرب يقصد العين. وحنا من هنا كنتوجه للسي الرئيس ديال الفرقه ديالنا اللي خصو يخرج، الرئيس اللي كيبغي الخرجات وخرج مع كاع المنابر الاعلاميه باتيكمون في المغرب وخارج المغرب، خصك تخرج. حيت هذاك البلاغ اللي خرجتي به على الماتش ديال اسفي ما غنتفاكوش، ماشي بالكتبه، ماشي بالكتبه، ماشي با يعني الا بغيتي تخرج خصك ديري الكونفرنس دو بريس وتقولي لنا لا ديماش اللي غادي دير. والرجل ما عمرها من باطحات، الرجل من نهار تعسات وهي كتحارب وما عمرها نزلت الراس. دونك ملي كتشوف هاد لابيتر هذا اللي جابوه اليوم وكيفاش دوز الماتش، بينالتي ديال الهبطي اوبستريكسيون سيرم دكور، بينالتي في الاخر ضربات في انجو في يدو ما كيرياجيش، حتى الرياضيه ما كتعاودش، حتى الرياضيه كيخلعوها ما كتعاودش. عاودوا لينا النقطه تقام بسالي الماتش وان الكره ضربات في يدو، لعاب ماركي بيدو والارفيتر لعبنا 25 مينوت اللي تلعبات في 45 كلا هو كلا 20 مينوت. قسما بالله واحد لو كوفرون غادي يسيفلي عليها الزرهوني، الزرهوني كيقول لي ايبول كونتر ايبول، والزرهوني دار فوت بحالها ايدونتيك داروا عليه ما تسيفلاتش. هو ملي قال لي ايبول كونتر ايبول قال لي ما فيها والو عطاه صفرا. الكوفرون الى عاودتوها دقيقه 86 و15 ثانيه لعبات تل 88 زلاو الدوري مع 05 جوج ديال الدقائق كلاهم معاه هو عرف كيفاش يخرج الماتش. وكل اللعابه ديالنا كنبغي نتوجه لهم كونوا رجال. داك النهار شفنا بوزوق، شفنا بوزوق الى بخي ان كارتون ملي توقع شي حاجه سيبو عنده، تكون الكره ديالنا ما نلعبوهاش، يمشي ندوموا بحقنا حيت العق كيتخاد ما كيتطلبش. وانتم عارفين يوسكم وكنوصي واحد الوصي واحد الميساج للجواب، لافبيت اللي مسخ اي عارفيت مسخ ظلمكم ما نتسامحش معاه في لافان دي ماتش وما نسيرش ليه لامان نخليه. وربي كاين ربي راه كيشوف، راه كاينين الكسيد كاين المرض كاين بزاف ديال الحوايج. وهاد الفرقه هادي بان اللي كيظلم هكا تخرج فيه، راه قسما بالله حنا ولاو كيخرجوا لينا واحد خينا كيخرج اتجاه المعاكس خالف تعرف شفتيني واحد الحاقودي ولا ما عرفت كيقولوا لي الباعودي ما عرفتش كيقولوا لي خالف تعرف. كنت كنكومونتي عنده بلوكاني حيت ما يقدرش يجاوبني، حيت هو كيقول لك الشجاعه وهادي هو ما يقدرش ما عندوش الشجاعه باش يجاوب مني كنسولو ويبلوكيني. وهو حنا عارفينه هو موجه، الخرجات ديالو موجه فاش خرج هاد الايام هادي باش يدفقوا على القضيه ديال اسفي. انسان كيخرج كيقول لك جمهور ديال الرجاء كيخاف من الجامعه، كتخاف من الجمهور ديال الرجاء افرد البنزرتي. الا كنتي ذكي شويه البنزرتي ما لقاوش الرجاء في الزنقه وجابوه، راه خص عطاتها للجامعه لجنه القوانين هي اللي عطاته باش يجلس في البونتوج ديال الرجاء. الا ما راه صحوا ليك الناس ما بغيتيش كتقول لهم الرجاء ما غاداش تربح لافير ديال اسفي. الجوار عنده اربعه ديال الصفرات والفيديو موثق ولي في دارفيتراج كاينين وكل شيء كاين. خرجتي قلتي لهم الرجاء حكا ماتش جديده، ماتش جديده كنا مع رئيس العصبه في الصداع، رئيس العصبه اللي كان هو الاول وما قدر يدير والو ما قدرش حيت كان القانون في حقنا وكانوا عندنا رجال وكان عندنا بريزيدون اللي راجل اللي ما نباطحش واللي بغى يمشي بعيد. دونك هذا ميساج، هذا ميساج للسي البدراوي. السي البدراوي راه حسبان في عز الازمه والمشاكل والاضرابات والديون والروينه وصداع وما نباطحش، قال لهم ما لعبش. دونك الله يرحم لك الوالدين، هذه الفرقه الا جيتي ليها راه عطاتك ان بلوس، لو بلوس اللي عطاتك هو المغرب كله العالم كله ولا كيعرفك. ما نقدروا نسولوا الناس في الزنقه على وزير البيئه ولا وزير ديال شي وزاره ما معروفاش ما يعرفوش، وتقدر تسول بنادم فين تقول لي بريزيدون دافاجي يقول لك البدراوي. دونك الا كنتي رئيس ديال الرجاء غتحمل المسؤوليه ديالك. وحنا ما بغيناش تكون في ديك العصبه، حنا كنا كناديو في ازدواجيه المهام ما عندنا ما نديرو في ديك العصبه. دونك الا كنتي غادي تدخل العصبه وتسكت وما تهدرش خوفا على المصالح ديالك، لا حنا كجمهور ما نقبلوهاش. وغنرجعو لبزاف ديال الحوايج
الحلقه ديال الفيديو ديال اليوم ما غنهضروش فيه على البدراوي، هضرات على البدراوي ابري، حنا كنهضروا على هذا الشيء اللي واقع دابا الراجا. هذا الشيء اللي واقع حيت الضغط يولد الانفجار، غادي تبقى تتولي شي كارثه، غيتسبب فيها رئيس الجامعه رئيس العصبه هذاك اللي ما عمرو صفر خارج البلاد، اللي حاطينو رئيس المديريه، ودابا ما سمعت باغيين يجيبوا واحد الكزاف ديال السواق يديروه في بلاصته ولا الله اعلم. دونك هذا الشيء هذا راه بزاف، ما غاديش نقدروا نكملوا بحال ما هكا. دونك الا كنتو كتهضروا كما نهار خرج القجع وكيضرب علينا قراعي د الماء وكيغوت كيقول لك حنا غادي نعاقبوا ونديروا، هو ما دار والو. دونك الا كنتو بغيتوا النزاهه والشفافيه خلوا الكره نقيه، راه من نهار جيتو وسختوها، راه دابا ولاو كيهضروا عندنا بارتو، راه من نهار جيتو وسختوا الكره. دونك خليوها نقيه، خليو اللي يستاهل تكون منافسه شريفه، اللي يستاهل يدي الشامبيون يدي الشامبيون، اللي يستاهل. حنا ما كنقولوش لي زابيت ما يغلطوش، لا، لابيت سي ان اوتريما، إلي راب في بارتي دو جو. دونك لابيت إلا غلط ماشي مشكل، ولكن بحال هذا ديال اليوم يتعمد يغلط لا. دونك ولا بحال هذاك اللي كيشكروا لينا داك عزيزي مايكل كيخرج كيجبدوا لينا ملحابه في حابته العربيه شحال كلي شطاتو، حنا كنهضروا هكا كيجبد لينا هكا عزيزي مايكل، هذاك اللي كيجبدوا بزاف اوسخ اربيط كاين هو هذاك، والتاريخ ديالو راه باين، واللقاءات ديالو كيشهدوا على هذا الشيء اللي كنقول. دونك الله يجازيكم بخير، خلوا الكره غدا نقيه، وخلونا نتفرجوا في الكره، وخلونا بلا ما تعصبوا الجماهير وتخلوا بنادم يدير شي حوايج اللي ماشي هي هذيك. حنا بغينا الكره تكون نقيه كيف كانت. راه كان معانا الجنرال حسني بن سليمان بريزيدون في 2012 وراجا بروميي، ودوزيام كانت الجيش، وما غوتش على ليزابيت ولا هضر مع ليزابيت ولا دار الكولاسه باش دا الشامبيونه، وخسرنا معاه تيتر، وخسر معانا تيتر ديال لاكوب دي ترون. والفتح كان رئيس الجامعه انذاك فيري الفاسي فيري، وجات خسرت ماتش خسرها ان بوان مع تيتوان، جات تيتوان دار تروكو في الرباط وداو الماتش ربحوا الماتش، ما قالش لابيت لا عطيني تعادل، ما كيديرش هاد الخدمه اللي بالي لي الله، وكل خطره فضيحه، ها هي فضيحه اخرى خرجت الثاني، هيا ما بين طنجة و تطوان، إوا شنو السيرفور الإسباني و مديرية التحكيم فين كاينين؟ شنو هو الرول ديالكم؟ الفضائح كلها اللي كتوقع معاكم نتوما، شفنا فراقي في الهوات كيف بحب 17-0، شفنا شي كيدوز لشي، شفنا فرقة كتعطي ماتش للفرقة و كتاخدو من عند الفرقة الأخرى، الفرقة ديال داك الحزب اللي يقول لك كيسير الكرة، هادشي ماشي معقول، خليو المنافسة تكون شريفة. ودابا بغيت ندوي على واحد الموسخ، حيت ملي كنقول موسخ هو اصلا موسخ وطلاب وعطواني وماشي راجل وعطاي وبزاف د الحوايج. هذاك اللي كيقولوا ليه ولد الساخط ولا هذاك اللي كيخرج باغي يربي كلشي، حتى خرج هضر عليه واحد الخطره وما بغيتش نجبدو حيت ما بغيتش نطيح معاه النيفو، وخرج الخطره الاخرى وكيقول لهم انا لابس واحد القميجه ديال لي بيتلز، ها القميجه حاطها انا غنوريك القميجه، شتيها بولو رال فلورين شتيها، ها هي هي هادي ها هي، واخا ما عنديش مع هاد الشيء هذا، و 90% ديال لي فيديو ديالي كنلبس هاد لا مارك وحره ماشي، اما انت ما كنشوفوكش، انت اصلا موسخ وطلاب، طلبتي رجاوي طلبتي رجاوي، انت طلاب طلبتي رجاوي باش يصيفط لك توني ديال ليفربول، غلوحوا لك في التعاليق، وريحه فيرساتشي غلوحها لك في التعاليق، رجاوي رجاوي طلبتيه، ما عندك نفسية الطلاب، وبينتي بأنك طلاب، نهار قلتي ليهم أنا عندي لاكارت وعاونوني فيها، ياك أنت خدام في طاكسي كدير التوصيلات كدير كلوفو، أنت راه خصك تخرج في قصة الليل، ما هذيك اللي كانت كتخطوي فوق القبورة، تعاود لينا كيفاش كيتعاملوا معاك السكيرية بالليل، ومني كتهشي وحدة توصلها وكتقول لك سير تنسالي ونعيط عليك، أنت عطواني، أنا غنحط لك تصويرتك. ما دير لا شيرلي ما دير لا بوماده ما مقد حجبانك، كتبان بحال هذوك اللي كانوا كيعذبوهم قريش في الرساله، كتبان بحالهم، غلوح لك التصويره وخانز مسخ، دير فيديو غلوح لك التصويره عندك دايت عوه هنايا، كاين واحد القضيه سميتها دو دورون كاينين عام 30 درهم في البلاد، ولكن عاد انت مسخ ما تعرفش لهذا الشيء، غلوح لك التصويره الناس غتشوف ضايا ضايا هنايا، سارد كتفزق من طوابقك، داتك مرا الطاليان ودات بحال دات اختها
قلت لي جيك تعطيها بالذهب كل قاد فيك النبع كون خلا كون خلاتك ما تصيفطكش انت معيوف بعدا وانا كاع ما كنجبدك انا كنهضر على فرقتي وانت كتخرج هاتاتاتاتا نتحداك دير فيديو في 15 دقيقة ولا 18 دقيقة بلا ما تشوف الورقة بلا تا حاجة ما تسكتش ما كنديرش ورقة ونتحداك الا بغيتي كاع ندير واحد التحدي نطلعو بجوج ونوريك الكورة شنو هي هادا تغمق عليهم ها زكريا عبوب لعبتي في ايستر ما سميتهاش ايستر سميتها ايستر تبقاش تكذب عليهم وتوجد توجد تتوجد وتخرج على الشباب خرج من نيوكاستل لا خرج من سوطانطان وكمل في نيوكاستل وانت في نيوكاستل كدير راسك فاهم انت عم مسخ انت كما كيقولوا لها بالمصري انت قراني كدير جلوفو بالدريات انت كتخدم بالليل خصك تدوز مع هادوك ديال الليل مع حديث الناس في الليل انا بزاف عليك غادي يطيروا لي صباحو غادي 50 عام والمرض ومازال ندقدقك وما كتعرفنيش مزيان يا المسخ يا الخنز يا الطلاب يا طلاب الريحه قسما بالله وتردا تنجيب لك معايا ريحه قسما بالله نعطيها لك في سبيل الله ونجيب لك شي ديودورون باش ما يبقاش يخرج لك تبقاش تفزك من طوابقك يا المسخ يا الخنز وهادشي اللي كنقول غنحط لك تصاور في التعاليق ديال الريحة فيرساتشي اللي جات كورة الفينال ديال ريال مدريد وليفربول ومصيفطها لك رجاوي اللي كتقول لها انت رجاوي عزيز عليا هذاك الرجل اللي كتطلب وكتزوق فيه هي ريحة فيرساتشي غنلوح عملك ونتحداك راه ولاد دربكم وقيلا غادي يشوفوك لابستوني ديال ليفربول في الاحمر نتحداك تخرج وتقول لي لا ومازال عندي لك مازال نقاد لك قسما بالله من القهوة ديال الشيشة اللي كتريح فيها جيت لكم انا لقربكم مازال موجد لك غنبقى لاعب معاك يا المسخ يا الخنز يا القراني راه حنا كنعرفو دوك اللي كيخدمو الليل بحالك كيقادو حجبانهم اش كيديرو انت بعدا كون كنتي راجل كاع ما تقاد حجبانك كاع ما تطلس وجهك كتبيض وجهك علاش كتخرج ولكن انا بزاف عليك وانا واحد لك هنا واحد القضية راه ما كنقراش التعاليق التعاليق كاع ما كنقراهم انا تمرض انت من المرض انا هادي ميساج دوك كيدخلوا يكتبوا التعاليق شفتيني وميساج دابا للجوار ديالنا سالينا مع المسخ الطلاب العطاير القراني سالينا معاه ميساج للجوار ديالنا لا 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 الجمهور ديالنا الله يرحم لكم الوالدين راه كيداروا حملات خايبين هذاك الدبي مذكوره تلفتوه راه تلف قسما بالله الدبي راه كانت باغا ستراسبورغ هي دوزون كنت باغا اونجي العام اللي فات ماشي بوريان دابا ما فقد الثقه في نفسه راه معانا فراقي في الشامبيون كيلعبوا بالزرقين ما يدخلوش عندنا حنا اللوازيز وما كيعيرهمش كيصفقوا عليهم راه معانا دي فوكونت كيخوابكم زويده لان دي ميور جواب اللي كاينين في الرجاء كنخرجوا كنعيبوا زويده هذاك الجواب اللي داخل كيلعب راه داخل كيلعب باش يربح باش يشوف شي بريم ورجاويين وكنشوفوا هاد الفرقه كيتقاتلوا دونك يقدر اللاعب ما يجيش في شي ماتش هذا ما كيعنيش باش نبقى نعيب فيه وندير عليه ستاجيات ونطلع عليه مذكور ما ولدنا ومازال صغير وعنده ان كرون بوتونسييل وعنده اين مارج دو بروغريسيون كبيره بزاف يعني خصنا نعاونوه راه كتشوف اللاعب كيعطي باس ناقص كيدير لي صاحبو فوالا بيان دونك ما ندخلوش باش نحطموا اللاعب ونحطموا النفسيه ديالو راه كاينين اللعابه اللي بلاندي بسيكولوجيكمون وكاينين اللعابه اللي ما يقدروش كتودروهم بحال مذكور دونك الله يجازيكم بخير الحملات الخاويه راه كيديروهم لكم الاخرين كيخوكم بدي فوكونت فيهم اللوغو ديال الخضره وديما ديما رجاء وديما ديما رجاء وعاش الملك.